على رأس الوطن كله. مهما قلنا انت راجل محترم. احنا مهما الدولة عملت ومهما عملنا مش هنقدر نوفيكم حقوقكم ولا نوفي الشهداء. هيوفي أجل الشهداء هو الله سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه العزيز. فكل اللي بتعمله ده لا يجيش حاجة جنب اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه للشهداء، ودايما إن شاء الله بندعو لهم بالرحمة ونتمنى لهم كل أفضل مكانة في الجنة إن شاء الله. ومن هنا تحية إجلال واحترام وتقدير وننحني لجيش مصر العظيم الذي يخوض حرب ضد الإرهاب. وتحية إعزاز وتقدير لشرطتنا التي تخوض حرب وتحمي جبهتنا الداخلية وتشارك في العمليات في سيناء.